تايه ادور على متوالي وشعوري للعلم تولي وديني هتكلم على متولي كلام يشبه سلاح ماضي من مؤلف على ورق ماضي ودي حادثة في العهد الماضي متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جه الطلب وخدوه الديش متولي يا جيل يا متولى عجب عسكري واخر النهار خدوه عالبلوك يا مع البلوك قبلوا قاتوا عالم يا مع البلوك قبلوا قاتوا عالم شوف الفرد لما يتعلم وخد ست اشهر يتعلم متولي يا جيل جلاوي يا جيل جلاوي متولي يا جيل جلاوي يا ابو زنا عندك فدار بالنار وشبابيكك في الدار بالنار دي خد شريطة في ضرب النار متولي يا جيل جلاوي ناس على رجليته شريطين وكان في بلده شريطين وترجى واخد شرطين اصل الرجل الخالي ما بيتشويش وفي طوارق بتشويش غايته بالغ بتشاويش متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي متولي بالغ بتشاويش وجاته قرطة من منجبات تبع اسيوط في القرطة عسكري ماشي بكيفه بالمال اهله بيكفوه ومتولي ضربه بكفه قالوا ازاي بتضربني يا جبان روحت في نفسك جوا جبانة ادي صورت اختك جوا جبانة متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي متولي يا جيل جاوي متولي لما شاف الصورة بقى ذليل نفسه مكسورة وقام سريع راح للكومندان يقول انا مش باخد العشري والجازة انا انعملت غلط الجازة امانة يا بيديني اجازة دنيا دي غرورة لما تولي لو كان على قطب وميت ولي قال له ملك بيها يا متولي قال له يا بيه ابويا في خطر متولي كان وجهه والصورة حلو واللي عليه بيوصي راح له باسبوع مضاله وصرح له طلع تايه يقول جرحي سعيدي ومليان افكار السعادي ركب في القطر الصعيدي متولي يا جيل جاوي ركب في القطر الصعيدي والساعة 4 وصل بلد
له عائلة كريمة يقدموا علبتهم مربت لهم علة بتهم روح وخبط على بيتهم وقول ده أنا جسمي استوى واتبرى يقول ده انا جسمي استوى واتبرى كمان تهموني وغيري اتبرى ابوه قلع الباب من اتبرى قال له افتح يا با ده انا متولي فتح له الباب يقول له سلامات عظمي على بعضي سلامت ليه تاركني وتنسى اللمات يا متولي يا جلجاوي يا جلجاوي يا متولي يا يابا مش عايز سلامات عايز اعرف فين اختي شفيقة قال له بعدك من تاني ليلة يا ابن اختك صبحت عليلة وماتت والدوام لله يا متولي يا جلجاوي يا جلجاوي يا متولي يا جلجاوي قال له شفيقة اختك ماتت قال يا باب انتك لو انت ربتها ما ترفتش وتاخدي تربتها طيب قوم وريني تربتها قال يا ابن اختك من يومك ماشت وسبتني وقال اختشت وابوك عجز عقله شت يا متولي يا جلجاوي يا جلجاوي يا متولي يا جلجاوي طلع متولي من البيت زعلان طلع تايه من المنزل وقول العقل مني زل قطع ورقى لسيوطي ونازل متولي يا جلجاوي يا جلجاوي متولي يا جلجاوي فأسيوط قبله تلات أصحابه قالوا له رايح فين يا متولي قال اسألي لما يرق بلديكم هتبكوا الدمع بلديكم وهزر سيدي جلال في بلادكم زوروه سيدي جلال نازل عالحتة بيهم يقول ده عمي وده خالي يقول ده عمي ودخل زجان اللي ناسى ودخل على قهوة العطين ودخل متولي يا جلجاوي يا جلجاوي يا متولي يا جلجاوي وقال يا معلم هات كراسي قال يا معلم هات كراسي وطلب طلبات لاصحابه وهو ما راضاش يشرب جاه الجرسون يقول وحش في جبالك وياك الكلام يجيبه لك انت تشرب يهاجيب لك قال له هاتلي شاي الغلب مر سمعه المعلم وراح له المعلم راح المتولي قال له يا اخي نداير بك مالك ما كنت قاعد بكمالك ياك خدوا من البك مالك
قال له يا ريت راح مالي. قال له يا ريت راح مالي، انا الموت بقى ستري وراح مالي، وجمال عكسني وراح مالي عشان واحدة اسمها شفيقة. قال له انت مؤمن تاج يا رب ليك، لو في الجواب ده تجرى قبليك، اهو ده كلام صاحب المطرح. قال له مؤمن تجرب لك، لو في الجواب ده تجرب لك، انت زبونها ولا تجرب لك. قال له انا راجل ريس كلمتين، والحب بهدل كل متين، عايز اجابلها في كلمتين، وفي العذاب قلبي بربيه علشان يآمن بيربيه، خده من ايده وطالع برا بيه. قال له شفيق عالبلاك ونادي، شافوا اخته والعجل منه زل، شافوا اخته والعجل منه زل، حياتي عليه العلم انزل، وبعت صحابه طلعوا المنزل. متولي يا جير جاوي، يا جير جاوي، متولي يا جير جاوي. بعت صحابه طلعوا المنزل، شفيقة تفتكرهم زباين، تجعل اصحاب اخوها زباين، وقبلتهم على السلمات وقالت يا زباين سلامات، عايزة تعمل للمسلمات. واحد من صحاب اخوها سألها وقاللها، قال انت جميل وشغلت البال، لديك لو تطلب ورق بلديك، بس قوللنا منين بلديك. قالت انا مسكينة ودمعي بلدي، وسنتين سكنة البلدي، وفي الاصل جرجا بلدي. صاحب اخوها عرفها وطار، بقى يبكي ويقول يا سطار، وجاب عالويسكي وطار. البيت كان غايب وليفها، البيت كان غايب ولي فاها، دي ناس دايرة الدنيا ولفاها، صبوا الكاس ولفاها، شربت وطلبت مزة، جابولها مزة. كان في الشارع بيعتين يدور، ومشي اللي التاني دور، صبونا ولها تاني دور، والكاس الثالث صبلها، ما رضيتش تشرب سبلها، ترفع العيون وتسبلها. صحابه سكروها ونزلوا له، قالوا له قوم اقف على قدامك، الحظ تعادى اللي قدامك، والسكة فضيت قدامك. يا متولي يا جير جاوي، يا جير جاوي، متولي يا جير جاوي. بسرعة متولي طلع فوق، يقول ولا حد معاه ما تفوق، شوفوا السكرانة لما تفوق، وشفت وفاجت من الخمر، شفت وفاجت من الخمر، قالت له خدني وتوب على ايدك. قال
لها يا شفيقة بعديه تتوبي وتتمحكي وتقولي مكتوبي دي رجعة ما تطلعش من توبي. متولي ده راجل تجيل وساكن، متولي ده راجل تجيل وساكن، وراه بيبان البيت سكين، اتى بالغضب وفي ايده السكين، وقال دي لو كان علي لمين يزورها، قال دي لو كان علي لمين يزورها، وجا سريع تالف منظرها وعزل الجتة من زورها. يا اخي متولي يا جنجاوي، يا طلع البلكونة بسكنته، يقول جرح في قلبي سكنته، يا ناس وسعولي سكنته، لقى الحكومة تحت البيت يقولوله انزل وتعالى، قال انتو حكومة البر طب ليكم، وانا من فوق ما طب ليكم، الله اللي جاني طب ليكم، على ما بلغنا في الحادث اهودوه جابولوا الطبل ونزل، بعد ما تلف المنزل شال العار وكلام العزل. متولي يا جنجاوي، يا جنجاوي، يا متولي يا جنجاوي. بسرعة حددوا له جلسيته، نده له القاضي وقف قدامه وقال له بتموت شفيقة ليه يا متولي؟ قال له يا بيه انا دمي فار، عماله مع اسود عمل الفرع، مال وحدنا شجرة وفيها فرع مال. قال له يا بيه انا دمي فار زي العمال، ومع الاسود عمال الفار عمل. قال له يا بيه انا دمي فار عمال، ومع اسود عمل الفرع مال، لوحدنا شجرة وفيها فرع مال، ما فيش غيري لا عم ولا خلي، هشرب المرار ده والخل ليه اقطعه يا بيه ولا خليه. كان القاضي اسمه حسن راجل عنده فضل وحسان، قال له صراحة قطعه أحسن يا متولي يا جنجاوي، يا جنجاوي، يا متولي يا جنجاوي. قال له صراحة قطعه أحسن، اصل انت شريف وعملك شي عليك، ابدا ما فيش شي عليك غير ست شهور اشاع عليك يا متولي يا جنجاوي، يا جنجاوي، يا متولي يا جنجاوي. وخدهم سجن ورد للديش بعد ما كان دمعه يبلد، وقالوا ده اللي شغل البال الدو صراحة شرف بلده.